طبعا وصلنا عند الدب الباندا اللي هو أندر حيوان. هذه مراحل نموه والوزن مثل ما تشوفون. طبعا وصلنا عند الدب الباندا، شوفوا هالمبنى هذا كله علشانه، تبريد وطاقم كامل جايين الصين علشانه. طبعا مجوب هنا الحكومة تبع حكومة الصين جاي آجار، تخيلوا سنويا يدفعون 12 مليون. تخيلين. خلنا الحين نشوف الدب الباندا، وهذا هو دب الباندا. آخر دراسة عام 2016 يقول عددهن 673 بالأسر. طبعا حيوان مهدد بالانقراض، جميل. مدة حمل الأنثى شهرين. لا إله إلا الله، نوريكم هذا ثاني. وزنه 140 كيلو تقريبا. حيوان جدا جميل وكيوت. هذا هو الدب الباندا، احلى سيلفي مع عند الحيوان. عدل الجلسة والحين بياخذ له وقفة. سكت حكة شاطة. ايه اضبط الجلسة صح، انت بتطيح. احلى تسجيل دخول. بسم الله، دخلنا محمية الطيور. طبعا هذه تبعد عن السفاري تقريبا 40 دقيقة أو أكثر أو أقل، زي كذا ما شاء الله. عاد بنشوف ايش اللي ببصله، هذا اللي بدرة ما شاء الله. كنيور ما شاء الله، يا تشكيلة الببغاوات ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. شات النخيل ما شاء الله العافية. شوفوا ما شاء الله الأنواع ما شاء الله تبارك الله. وهالنوع هذا من الأمازون ما شاء الله. شوفوا هالنوع هذا من نوع البطاقات، سبحان الله يا شكله حديث يا جماعة، سبحان الله يا حلو ما شاء الله تبارك الله. جمال ألوانه سبحان الله ما شاء الله يا جمال. طيب سبحان الله. تبارك الله ما شاء الله يا حلوهم. يحتاجون صار ما شاء الله يا الكركب تاج ما شاء الله. جمال ما شاء الله يا ابو تاج. ما شاء الله. طبعا انواع الطيور ما شاء الله تبي تشوف. طرد الدجاج والفواكه يا كريم ما شاء الله حلوهم ما شاء الله. ايه نعم صبيص ما شاء الله. هنا بفقسات عجقات في شيء فراخ. ايه والله شوفهم دهم شوي مفقسين. شوفون دهم فقس ده ما شاء الله. وهذا طير كسور، يعتبر ثاني اكبر طير بعد النعام، تقريبا وزنه 60. يعتبر أخطر الطيور، مزاجي نفسية على قولتهم. عنده مخالب قشرة، شوف شكله سبحان الله. شوفوا أنواع البوم، هذا نوع وأيضا هذولي، هذا نوع وهذا نوع وهذا نوع اللي هناك ما شاء الله. هذاك النعام الأسترالي
يجي أصغر حجم من النعام الأفريقي. ما شاء الله. طبعا هذا كالأنثى يجي لونه تقل رصاصي، والذكر يجي أسود. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله العافية. ما شاء الله. حلو لك. حلو عليك. ما شاء الله هذا سنجاب. ما شاء الله. ما شاء الله شوف سنجاب احنا طاووس كتوري ما شاء الله. شوف النوع هذا من الحمام. ما شاء الله.